أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وجعت وجهي إلي من بكني يكون شيئا الذي لم يكن أشكره من بعد حمد حسن مصليا على النبي الأحسن محمد وسيلتي في قطني وضعني ومنسلي ووطني مبيد كل مشرك لم ينعني للأكرم الذي إليه دعاني الحمد لله الذي بوطني قد جاد لي فضلا وصفى عطني مسكت بالذكر الحكيم البين وإنني بالحق ذو تدين أعبد ربي بخير السنن بعض الفرائد ويعلي منني يشكره كلي بغير ددني إلى جنانه وصفى ذيلني ناديت وخاد لي برسني فتحا وفيضا قد أزال قد أزال وسني فجاني بما أزال بحني وغربتي وحيرتي ولحني عني أزال كربي وحزني وذكره الحكيم صار مخزني أسأله تصغيره لي زمني وأن يديم خربي وأمني له ارتحالي وإليه سكني وكان لي في موضعي ومسكني نويت أن أشكره بطبني في كل ما لوجهي ليبني ألالني الصعب الذي لم يلني قط فما ينله جل يلني سهل لي الشيء الذي لم يهني لي قبل فهو ما يسخر يهني فجأني بما ينير لمني وهو كريم فضله لم يكمني يشكره كلي بعد قطني على الذي اختفى وما لم يبتني مد يدي بخيل ذي العرش الغني من كان لي وانني به عني كصفة عندي لدى يقني أسأله جل دوام اليقن ثبتنا على الهدى المبين بجاهد الخلق العظيم اللين فارق لكل فعلة لم تحسني فانقال لي خير المنام الرسني يقول للأكرم دون فدني مهن الكفاني العنا كالكتني على ذي الخلوب أهل السفن مستغنيا بصحة عن الشفني له متابي قبل من طردتني قبل كمالي إلى تفقدني أشكره إذ قال لي عن مسكني مرقيا فصل ذات مكني ربا تعالى باطني وعلني وعبده بالمصطفى جعلني لفت كريما أن يقل كن يكني وليكون الذي لم يكن وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وجعت وجهي لمعن فكا عني كبلي ونفسي ذكا أشكره شكرا يزيل شكا ولألال كل صعب دكا مصلي على النبي الأزكى من حزك الأعداء عني حزكا محمد والآل أهل الزكا وصحبه المر الأعادي الهلكا أسيافهم محك ظلما حركا إذ دوخوا بعد العدى حبركا من وجهه إلى الأعادي سلكا حين أبوي إجابة نصركا من وجهه إلى الأعادي سلكا حين أبوا إجابة نصركا أنفي بهم من ثلثوه شركا كما أداموا حررنا وفركا يرد للعدى محن والفركا من يشاء يعطي دواما ملكا ناديته مشتكيا فأشكا فضرعنا قديا در حشكا فجأني المغني بسر بكا أغناك من قل ثلثه وتكا عني عفا مضحك وحب القبكا عبدوه ولي قال سركا أشكره إذ كف عني فكا ولي راد من أراد الحكا لوجي أنهيت قد أنتركا أشياء قد غسلتهن عركا نبت للذي يقي من يشكى أذا عدا هو يقين البشكى أشياء ذاكرا له إذ ذكى بناء
حصلني خندك شقت إلي ما رضيت عنك به فزدني علوما منك فجأتني بما أزالتك عن ناقتي في سيرها والحق يسوق يسمن يقبل حق من عدوسي من علىها البركة ملكتني من قلب يسري ملكا ذوي تنازع وفاق سلكا كفيتني قبلا أراد صفكا دمي وقلبه أفكا أفكت خفكا صب سعادتي وزدني نسكا وزدت لازم الكتاب مسكا فجأتني ما أزال الضنكا فبي فصلي قعني امرأ والعنكا يا خير غافل ذنوبا مكا وغير قادر قصيرا فكا اسكب رقاب المسلمين فكا وكف عنهم ما يدور شكا ليتني دخرا هنا فندكا يا خير من ترى عداك بكا ربيتني بمنزل قد سقى باب العيوب كلها فانسكا لي فقران عنك يا من زكا نفسا له والقبل عنه عنهم فكا يا ربنا إني مددت اليوم يبدي إليك وأرم صوما عن مدها إلى سواك أبدا فليصبح ضعف مناي عددا نويت أني لا أمر للأحد سواك صمدا يدي يا أحد يا رب إن أعطيتني فشكر وبما نعبد فرضا وصبر فامنع والإعطاء قطعا منك لا من سواك ورضيت عنك لي قلت في دنياي ما عجلت لي سلت في أخراي ما أجلت فكل ما لي سرته فخير إذ لا يجيء من كريم طير هذا الذي أظن بل أحقه فيك وأنت من جميل اليعقوب رجوت أنك تسوق أبدا ليرحل يا كريم مددا سرقت قبل ما يضر عني في أبد يا خير مهمل يهني لا شك أن كل ما أدخلتني فيه فخير يا ياسر منني وكل ما أخرجتني منه فذاك على يا در قد توجه هناك يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه وأيدي غفرت لي جملة ما تقدم وما تأخر وما بينهما ولم تواخذني بالذي مضى لي خفرت كله خيرا لا لي جعلت ما كسبت خيرا وقيتني دنيا وأخرى طيرا نورت قلبي ثابتا موحدا وموقنا بكل عيب ذاهلا لك لساني ذاكرا كقلبي وعندك اجعلني من اهل القرب لك جوارحي لا اعمالي دائما مع صلاح حالي وهبت لي ودار كل مسلم عصمتني من شر كل مجرم اليك قطعا تبت يوم الاربعاء عند النصارى من عيوب معا غفرت ذنبي قبل توبتي هديتني وجدتني باوتي بالحق كاملا كملا ولم تبتني بما يسوء الألم وهبتني المضي بالكتاب وبالحديث مهد ثوابي وهبتني السنة والسعادة والعلم والأدب والعبادة وقتني البلعة والشقاوة والجهل والكسل والغباوة رمتني إلى ذوي الإسلام بالبشر والكمال والسلام بلا مشقة ولا كآبة بالله والرسول والصحابة يا ربنا يدي إليك أبدا مع الكتاب والشفيع أحمدا فصل أفضل صلاة بالسلام عليه بالآل وبالصحب الكرام واجعل يدي خادمة لك به حتى أصير عندكم كصحبه جعلت كلي خالصا موحدا والعباد قد غدوت مرشدا أغنيتني بك مع الكتاب والمصطفى عن جملة الأسباب جعلت سيري فوق حد وجهاد في القدر واليمن وفي كل رشاد وممتني لمن يصاق لهم جملة ما شاءوا فأنت الأكرم خلت القلوب وارضاها خلت لي أجرك وارتقاء كفيتني ما تبت منه أبدا جعلت لي سواه نورا وهدى كتبت لي ثواب في كل نفس عصمتني من الركون للنجس ليجعلك كل يوم شاهدا بالخير قد خلقت لي الفوائد قد جدتني بمحو كل أولي ودنس بلاقنا وحسدي وهبت لي إلى الإنان الذكرى خطا تلاوة مع وشبرا
أخذ ما شئت الحق يا ماليا لما ليعت المسرحين الراضية عصبتني يا ربي من كل حرام وكل مكروه وقلت بالمرام كفيتني إبليس والمكائد ومشتد كفيت المفاسد التي اشتريتها بما لديك يا من أوصل الورى إليك وفي جميعي لدوام مالك يا من قضى حوائي يا مالك رفل البحر وأهله بكن كبت لي مالي سواي لم يكن وحبت لي الحلوم من تقدموا وما تأخروا بكن يا أكرم جعلت للعشر الصحيح بللا من الضمائر مع الهلا تقود لي يا بما أختار يا من له البلال والأخدار في موطني وفي مكاني والجنان بلا حساب يسخرت الزمان وهبت لي فيك وفي خير الورى وفي الكتاب والحديث البشرى يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه ومجد كما عصمتني به من مين وكل فتنة وكل شين يا من وحبتني فراق الأول يا من وحبتني فراق الأول قلبا وقالبا سعيدا مصعدا أعصيتني بالأجل كل ما مدى من كثر الدنيا ومن شوء الخلاء أدخلتني ربي بلا إخراجي فيما ليحترق بلا استدراجي لك علي فيه شكر ورداء يا واسعا وسعت لي بمرتدى يا الله يا حي ليس الذي ليس يقول ما لي عن الثناء عليك من شكور فكيف أسكت عن الثناء عليك يا ذا الأرض والسماء أم كيف أسكت عن الرضاء عنك قولي كنت بلا أعدائي أم كيف أمسك عن الشكر وخد أنعمت بالخير الكثير يا أحد أم كيف أمسك عن الأذكار وقد عصمتني من الأشرار يا ربنا بفضلك العظيم صل على نبيك الكريم سيدنا محمد وصحب أهل الفوز في المفضال وسلم يا من نفى الأعداء إلى سواي والأذى والداء يا من قضى حاجة يا من ردني دنيا وأخرى باردا وعنني ليجعل العودة دواما أحملا وسلم الحبيب أحملا سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه والأحكم كوني عبدك قديمه كما تحب وفي الأذى والألم واجعل بقية المقوسية به في أكبر داك